إذا مشاهدينا للحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الحكومة في بغداد وظاهرة وفاة المعتقلين داخل السجون، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، بارك الله بك. أهلا بك سيد علي. يعني وفاة ثلاثة معتقلين في سجن الحوت بالناصرية بسبب الإهمال الصحي، بماذا تفسر استمرار سقوط الضحايا في السجون الحكومية ولا سيما في سجون الناصرية خلال يوم واحد؟ يا سيد الكريم، ما يجري في العراق هو عملية قتل ممنهج للمعتقلين، وأؤكد أن الحكومة العراقية وحكومة الميليشيات في العراق تحتجز عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء، للتأكيد أن البرلمان العراقي منذ 10 سنوات يناقش قانون للعفو عن المعتقلين الأبرياء، يعني أكرر بين قوسين الأبرياء. عشرات آلاف المعتقلين الأبرياء في سجون حكومة الميليشيات، وتتم عملية قتلهم بشكل ممنهج من خلال العطش والجوع والإهمال الصحي والتعذيب والابتزاز والقهر والحرمان. الحال اللي يعاني منها المعتقلين حسب التواصل مع أهاليهم وذويهم، هناك أكثر شيء الناس تعاني من الفشل الكلوي نتيجة تلوث المياه والعطش والجفاف اللي يصيب المعتقلين، يؤدي إلى عملية الفشل الكلوي، ناهيك عن أمراض الجرب وكورونا وغيرها. عملية قتل ممنهجة لمعتقلين أبرياء، 99% منهم اعتقلوا على أساس طائفي بوشايات وتهم كاذبة ومن مخبرين سريين. يعني بهدف ماذا يتم تصفيتهم سيد علي؟ خاصة يعني أننا نتحدث هنا عن كما تقول هناك معتقلون أبرياء، هل الهدف من وراء ذلك ابتزاز أهاليهم أم ماذا؟ أولا عملية يعني كسر إرادة من يمثلون هذا المكون، وهو المكون السني، محاولة عملية كسر إرادتهم أولا. ثانيا عملية ابتزاز، هذه عملية مربحة الآن، نحن نعلم أن هناك إذا ضابط من ضباط السجون أو ضباط الميليشيات لديه مشروع بناء دار، يعني يتصل بجهات أخرى لنقل عدد من المعتقلين الميسورين الحال إلى، أولا عملية ابتزاز، ثانيا عملية كسر إرادة العراقيين، ثالثا أسباب حقد طائفي مقيت يكون هؤلاء الميليشيات وأعوانهم من الأحزاب ومن المسميات الأخرى لهؤلاء المعتقلين الأبرياء. يعني الحكومة من جهتها تقول أن هذه التصرفات وهذه المواقف إنما هي مواقف فردية، لماذا لا تكون مواقف فردية فعليا؟ ما الذي يفند حجة الحكومة؟ أولا الحكومة ممثلة يعني بسلسلة الحكومات التي مرت، وخصوصا حكومة ما تسمى بحكومة الكاظمي. الكاظمي حتى الآن لم يذكر كلمة واحدة عن المعتقلين في سجون الميليشيات وسجون حكومته. ثانيا ما يبين أنه ممنهج هو أنه لم يتغير شيء في العراق، هناك عمل منظم وممنهج لقتل المعتقلين من خلال عملية التجويع والتعذيب وابتزاز أهاليهم، ويعني وضعهم في حالة من القهر والحرمان اللي تؤدي إلى وفاتهم. هذا العمل عمل ممنهج، ولأنه يتكرر، يعني عملية موت وقتل المعتقلين نتيجة التعذيب تتم بشكل يومي، يعني بشكل يومي، ونحن هنا نتحدث عن السجون الرئيسية اللي خاضعة لما تسمى بوزارة العدل، ناهيك عن آلاف السجون اللي هي مراكز تحقيق رئيسية أو بدائية أو سجون سرية وغيرها يقدر عددها بالمئات. ألا يعني يفترض وجود رقابة قضائية على هذه السجون؟ أين دور هذه الرقابة؟ لماذا لا يخرج لها صوت؟ الكل يعلم أن منظومة القضاء في العراق منظومة منهارة بشكل تام، والقضاة يخضعون لعملية يعني من القاضي الذي يسير في الطريق الصحيح وفي طريق الحق يقتل فورا، وهذا أمر معروف. الآن منظومة القضاء العراقي منهارة
الكارثة هي في مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. اليوم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينشر خبر عن إقامة دورة أو ورش عمل بالتنسيق مع مكتب رئيس الجمهورية لما تسمى نشطاء ومنظمات مجتمع مدني عن العراق الجديد. لا أعلم عن أي عراق جديد يتحدثون، وهم صميم عملهم. مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صميم عمله هو متابعة قضايا حقوق الإنسان، وأولها ملف المعتقلين. وملف المعتقلين في العراق بإجماع كل المنظمات الدولية أنه أسوأ ملف هو في العراق. لكن للأسف نلاحظ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق يتخلى عن هذا الواجب، ولم يعني وصل إلى مرحلة من التغاضي لدرجة أنه هناك من يعتبره شريك في قتل المعتقلين وتعذيبهم. منظمات حقوقية عراقية التقت منذ أيام بالفريق المعني بالعدالة الجنائية التابع بطبيعة الحال للأمم المتحدة. لماذا لم تنتج أو تنتج هذه اللقاءات أثرا في ظل استمرار الانتهاكات برأيك؟ اللقاءات اللي تتم بالعراق كلها لقاءات يعني لا تمثل رأي العراقيين ولا تحمل هموم المعتقلين حقيقة، لأنه عمل المنظمات الإنسانية داخل العراق يكون تحت شروط أن هذه المنظمة تنتمي إلى فلان ميليشيا أو فلان حزب، وهذه الميليشيات والأحزاب هي كلها شريكة في عملية قتل المعتقلين واعتقالهم وتعذيبهم. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي قيسي. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيكم.